بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنكمل مع بعض محاضرة رقم 11، محاضرة الـ Differential Amplifier. في الجزء اللي فات من المحاضرة عملنا ريكابينج على أهم الـ Results اللي فاتت، وبعدين خدنا بقى الفرق ما بين Single Ended Operation و Differential Operation، وفهمنا مع بعض بقى ميزات الـ Differential Amplifier وازاي نقدر أحلل أي Generic أو Arbitrary Input إلى Common Mode Component و Differential Component. طبعا نبدا نطبق الكلام ده بقى على ايه، على السيركت بتاع ديفرنشال امبليفاير. بس هنبدا الاول بسيركت بنسميها السودو ديفرنشال امبليفاير، يعني هو شبه الديفرنشال امبليفاير ما هوش ديفرنشال امبليفاير حقيقي. وهنعرف بقى الفرق ما بين السودو ديفرنشال امبليفاير والديفرنشال امبليفاير الحقيقي. طب تعالوا نبص كده على السيركت اللي احنا بنتكلم عليها. السيركت اللي احنا بنتكلم عليها ببساطه هتكون عباره عن تو كومن سورس امبليفايرز، يعني اكن عندك ده كده كومن سورس اللي احنا بناخده من زمان، مش هتغير فيه اي حاجه غير ان انت هتحط اكسس اوف سيمتري كده في النص، حط اكسس اوف سيمتري ويعمل ميرورنج لكومن سورس امبليفاير ده، خليه يكرر تاني على الناحيه الايه، خليه يكرر تاني على الناحيه اليمين. ده كده هو اللي بنسميه السودو ديفرنشال امبليفاير. هنعمل ايه بقى؟ هنعمل اربع انواع من الاناليسيس في الحقيقه. طب ليه اربع انواع؟ احنا متعودين بنعمل نوعين بس، متعودين بنعمل سمول سيجنال اناليسيس ولارج سيجنال اناليسيس. انا هعمل اربع انواع ليه؟ عشان السمول سيجنال مره هعمله ديفرنشال، مرة هعمله كومان مود، واللارج سيجنال مرة هعمله ديفرنشال، ومرة هعمله ايه، ومرة هعمله كومان مود. ففي الاخر هيبقى عندي اربع انواع من الاناليسيس. طب تعالوا نبدا مع بعض بقى باهم واحد واللي هو الايه، وهو ديفرنشال سمول سيجنال اناليسيس. طب انا هفرض ايه؟ هفرض ان انا عندي ديفرنشال سيجنال بس، فهيبقى في ان 1 بيساوي في انبوت ديفرنشال على 2، وفي ان 2 بيساوي ماينس في انبوت ديفرنشال على 2. واحد هيقول لي طب ليه عندي ديفرنشال سيجنال بس، ليه ما عنديش كومن مود؟ اقول له ما انا عارف ان انا عندي كومن مود، بس انا دلوقتي بتكلم على الديفرنشال بس. هتقول لي طب الكومن مود راحت فين؟ ما احنا قلنا باي سوبر بوزيشن، هعمل مره ديفرنشال لوحدها وهعمل مره كومن مود لوحدها، فهما الاثنين موجودين. لكن طالما انا بستعمل السوبر بوزيشن فوانا بشتغل على الديفرنشال سمول سيجنال اناليسيس، هيبقى اللي عندي فقط هو الايه، هو الديفرنشال سيجنال فقط لا غير. فبالتالي هتلاقي الاثنين زي بعض في الماجنيتيود، بس عكس بعض في الايه، بس عكس بعض في الاشاره. طب هتعمل ايه؟ اعمل اناليسيس الامبليفاير اللي على الشمال اندبندنت تماما على الامبليفاير اللي على اليمين. خد بالك ان هما الاثنين ما لهمش اي علاقه ببعض اصلا، كل واحد شغال مع نفسه، مفيش اي تاثير للامبليفاير اللي على الشمال على الامبليفاير اللي على اليمين، كل واحد فيهم منفرد تماما بالاوبريشن بتاعه. فبالتالي اقدر ان انا استعمل الايه، الطريقه بتاعتي طبيعيه خالص زي ما كنا بناخد. ده كومن سورس امبليفاير، الجيم بتاعي هيساوي ماينس جي ام فار دي تقريبا، يعني لو انا اهملت الايه، لو انا اهملت الار نود. والانبوت بتاعي زي ما احنا شايفين، زي ما اتفقنا بقى، هو في انبوت ديفرنشال على 2 وماينس في انبوت ديفرنشال على 2. فاقدر اقول ان في اوت 1 اهو هيساوي الانبوت بتاعي مضروب في الجين، وفي اوت 2 برده هيساوي الانبوت بتاعي مضروب في الجين. طب اروح احسب ايه بقى بعد كده؟ بروح احسب الديفرنشال اوتبوت. ايه هو الديفرنشال اوتبوت؟ هو الاوتبوت ما بين الايه، ما بين التو اوتبوت نودز بالشكل ده كده، اللي هو هيبقى في اوت 1 ماينس في اوت 2. هاخد الاوتبوت ديفرنشال، يعني فولت ما بين السلكه دي وما بين الايه، ما بين السلكه دي اهو. فهعمل كده في اوت 1 ماينس في اوت 2، هلاقي ايه؟ هلاقي ان الاثنين في الحقيقه زي بعض في الماجنتيود، بس عكس بعض في الاشاره. خد بالك ان دي سالب مع سالب هيديك موجب، ارجع مع السالب ده يديك سالب، فالاثنين هيدوك ماينس جي ام ار دي في في انبوت ديفرنشال. روح احسب بقى الديفرنشال جين. طب ايه هو الديفرنشال جين؟ هو الديفرنشال اوتبوت مقسوم على الديفرنشال انبوت. هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان المعادله بتاعتنا دي اهو، اللي هي اللي احنا كنا كاتبينها دي، ودي بس في انبوت ديفرنشال الناحيه الثانيه، يطلع معاك ان الديفرنشال جين بيساوي ماينس جي ام في ار دي. المفاجاه ايه؟ ان المفاجاه ان الديفرنشال جين هو هو بالظبط الجين بتاع الامبليفاير اللي على الشمال، هو هو بالظبط الجين بتاع الامبليفاير اللي على اليمين، اللي هو هو بالظبط السنجل اندد ايه، السنجل اندد جين. فبالتالي بنقول ملاحظه مهمه، يعني الديفرنشال امبليفاير في الحقيقه مش بيغير في الجين، مش الميزه بتاعته ان هو بيكبر لي الجين، لا ده الجين هو هو، الجين هو هو بتاع السنجل اندد. رغم كده انا استعملت تو امبليفايرز، معناها ضعف الاريا وضعف الباور كونسامشن. امال ايه الميزه؟ الميزه زي ما قلنا هي الكومن مود ريجكشن، زي ما هنشوف مع بعض. طب عشان نشوف بقى الكومن مود ريجكشن محتاجين نشوف بقى الكومن مود سمول سيجنال اناليسيس. هو برضه سمول سيجنال اناليسيس خد بالك، بس دلوقتي هشتغل بقى على ايه؟ هشتغل على كومن مود كومبوننت. طالما هشتغل على كومن مود كومبوننت، يبقى الفي ان 1 هيبقى هو هو بالظبط الفي ان 2، اللي هو هيساوي الفي انبوت ايه،
لو هيساوي الفي ام في تو كومن مود. هتقولي طب الديفرنشال راح فين؟ ارجع اقول لك احنا بنستعمل سوبر بوزيشن. انا عندي اربيتراري انبوتس في ان 1 وفي ان 2 بس انا حللتهم باي سوبر بوزيشن لجزء ديفرنشال استعملته مع ديفرنشال سمول سيجنال اناليسيس, وجزء كومن مود استعملته مع الكومن مود سمول سيجنال اناليسيس. فحامل نفس الكلام اللي عملته بقى في الايه في السلايد اللي فاتت. الامبليفاير اللي على الشمال منفصل تماما عن الامبليفاير اللي على اليمين. كل واحد منهم هيبقى الجين بتاعه بيساوي جي ام في ار دي طبعا باشاره سالب. فاقدر اقول ان في اوت 1 هيساوي الانبوت مضروب في الجين, في اوت 2 هيساوي الانبوت مضروب في الجين. لو رحت خدت بقى الفي اوت بوت ديفرنشال, ولو رحت خدت الفي اوت بوت ديفرنشال هلاقي ايه؟ هلاقي ان الاثنين زي بعض في الماجنتيود زي بعض في الاشاره, فهيطلع معاك ان الفي اوت بوت ديفرنشال بيساوي زيرو. اهو دي ميزه بقى اللي احنا كنا بندور عليها, ان الكومن مود انبوت مش هيأثر على الديفرنشال اوتبوت. هي دي الميزه, الديفرنشال اوتبوت هيتأثر بس بالديفرنشال انبوت. دي اهم ميزه للديفرنشال امبليفاير. بس بنعرف بقى حاجه تانية في الحقيقه بقى بنسميها الكومن مود اوتبوت والكومن مود جين. يعني ايه؟ احنا قلنا اصلا مين هو اصلا في انبوت كومن مود. قلنا الفي انبوت كومن مود ده الجزء المشترك ما بين في ان 1 وفي ان 2 اللي هو ببساطة الافريج بتاعهم. قلنا في ان 1 بلس في ان 2 على 2 ده كان الفي انبوت كومن مود. بنفس النسق بالظبط هعرف الفي اوتبوت كومن مود. هقول ان الفي اوتبوت كومن مود ده الجزء المشترك في التو اوتبوتس, في اوت 1 بلس في اوت 2 على 2 باخد الافريج بتاع في اوت 1 وفي اوت 2. طب هتلاحظ ان في اوت 1 وفي اوت 2 هما نفس الايه, نفس السيجنال في الحقيقه. فلما تاخد الافريج تقسم على 2 هيديك برضو نفس السيجنال ماينس جي ام ار دي في انبوت كومن مود. نعرف بقى الكومن مود جين ان هو ايه, اللي هو الكومن مود اوتبوت مقسوم على الكومن مود انبوت. يطلع بيساوي كام من المعادله بتاعتنا دي؟ وادي في انبوت كومن مود الناحيه الثانيه يطلع بيساوي ماينس جي ام في ار دي. طب خد بالك ان دي نفس الفاليو اللي احنا حسبناها في الحقيقه قبل كده في السلايد اللي فاتت للديفرنشال جين. ده معناه ان الديفرنشال جين بيساوي الكومن مود جين, فالريشيو لو قسمت ده على ده هتديك ايه؟ هتديك 1. طب دي حاجه وحشه ولا حلوه؟ يعني الريشيو دي لما تكون متساوي 1 دي حاجه وحشه ولا حلوه؟ في الحاله دي حاجه وحشه. طب ليه حاجه وحشه؟ تعال نفكر مع بعض كده. دلوقتي زي ما اتفقنا انا داخل معايا هنا ديفرنشال في الانبوت ديفرنشال كومبوننت وكومن مود كومبوننت. في الكيس بتاعتنا اللي احنا شرحناها دلوقتي لو انا مدخل كومن مود, تعال نضرب بقى مثال كده بسيجنالز نحسب الموضوع اكتر. اهو مدخل هنا سيجنال ومدخل هنا سيجنال زيها بالظبط, يبقى كده كومن مود. هيحصل ايه؟ السيجنال دي هتطلع لك في الاوتبوت هنا متكبره, وهتطلع لك هنا في الاوتبوت برضو متكبره بنفس الامبليتيود. هل في اوتبوت ديفرنشال هيحس بالموضوع؟ لا مش هيحس بالموضوع. يبقى بقول ان السيجنال بتتكنسل لما اطرح, لما اجي احسب الفي اوتبوت ديفرنشال الكومن مود هتتكنسل. لكن لو انا جبت بقى الاوسيلوسكوب بتاعي فور اكزامبل, اهو جبت الاوسيلوسكوب بتاعي كده اهو, وقمت موصل الاوسيلوسكوب بالنوت دي كده اهو, هل هشوف سيجنال بتتغير ولا مش هشوف؟ اه هشوف السيجنال بتتغير, بتتغير بالشكل ده. طب لو جبت الاوسيلوسكوب ووصلت السيجنال بتاعتي اهو بالشكل ده كده اهو, هل هشوف سيجنال بتتغير ولا لا؟ اه هشوف سيجنال بتتغير. فكده بنقول ايه؟ بنقول ان في الحقيقه الاوتبوت بيتاثر بالكومن مود. الاوتبوت بتاعي الكومن مود اوتبوت بيتاثر بكومن مود انبوت. امال بيحصل الريجكشن امتى؟ بيحصل الريجكشن لما اطرح ده ماينس ده. طب هل هي دي احسن حاجه؟ لا في الحقيقه دي مش احسن حاجه, انا ممكن اجيب حاجه كمان احسن من كده. ايه الحاجه الاحسن من كده؟ الحاجه الاحسن من كده ان انا اخلي لما ادخل كومن مود انبوت بالشكل ده الاوتبوت بتاعي لا يتاثر على الاطلاق ولا اكن في سيجنال داخله. هو ده في الحقيقه الكومبليت ريجكشن للكومن مود انبوت. طب ازاي اعمل حاجه زي كده؟ هو ده بقى ديفرنشال امبليفاير الحقيقي, وعشان كده ده بنسميه سودو بقى. ده بنسميه سودو عشان الكومن مود انبوت في الحقيقه ما هواش كومبليتلي ريجكتد. ليه؟ ان هو بيأثر على الاوتبوتس, بس بيأثر على الاوتبوتس بطريقه كومن مود. لكن لو انا حصلت على امبليفاير بيعمل كومبليت ريجكشن بحيث ان الاوتبوت ما يتأثرش اطلاقا لما دخل كومن مود انبوت, يبقى هو ده الترو ديفرنشال امبليفاير الحقيقي. وساعتها بقى الريشيو بتاعتنا هتبقى بتساوي كام؟ خد بالك بقى لما اجي احسب اي في ديفرنشال على اي في كومن مود, الاي في ديفرنشال هيبقى زي ما هو ما يتغيرش جي ام اف ار دي لو انا واخد يعني ابسوليوت فاليو. انا عايز ايه بقى دلوقتي؟ معنى ان انا اقول لك ان انا مدخل سيجنال
والاوتبوت ما يتاثرش اطلاقا، ده معناها ان الكومن مود جين بيساوي زيرو في الحقيقه. فهتبقى الريشيو دي ايديالي تندز تو انفينيتي زي ما هنشوف مع بعض. طب كده احنا خلصنا السمول سيجنال اناليسيس بالشقين بتوعه اللي هم الديفرنشال والكومن مود. ندخل بقى على اللارج سيجنال اناليسيس، وبرده اللارج سيجنال اناليسيس هنقسمه للديفرنشال وكومن مود. طيب يعني ايه، يعني ايه لارج سيجنال اناليسيس؟ لارج سيجنال زي ما احنا عارفين يعني حاجه بقى بتغير في البايس بوينت. سمول سيجنال لو جيت ارسم الكاركترستيك كده افكركم بالبيزكس دي، اي درين فيرسس الفي جي اس بتاعتنا كانت جيفن بالسكوير لوب ان الكرنت بزيرو لحد لما اوصل للفي ثريشولد، بعد كده عندي كوادراتيك ايه، عندي كوادراتيك ديبندنس. امتى كنت بعمل سمول سيجنال ابروكسيميشن؟ لما اقول ان انا عندي سمول بيرتربيشن اراوند الاوبريتنج بوينت فبعمل لينيرايزيشن اراوند الاوبريتنج بوينت. لكن لو عندي لارج تشينج في الفي جي اس ساعتها بقى انا هشوف النون لينير كاركترستكس، ما اقدرش اعمل بقى الايه، ما اقدرش اعمل سمول سيجنال ابروكسيميشن. فهي دي الكيس بقى انا بتكلم عليها دلوقتي. انا همسك في ان 1 ده فور اكزامبل، ده انا ناخد مثال ان انا في ان 1 هزوده وفي ان 2 هقلله، خد بالك ان انا شغال ديفرنشال عكس بعض بس باشاره كبيره. وزي ما قلنا بقى قبل كده هتلاقي في الحقيقه ان الامبليفاير اللي على الشمال منفصل تماما عن الامبليفاير اللي على اليمين. فلما زود في ان 1 خد بالك ان في ان 1 دي هي الفي جي اس، معناها ايه؟ معناها ان الكارنت اللي ماشي هنا اهو هيبدا يزيد، اهو الكارنت ده هيبدا يزيد، يبقى اي درين 1 هيزيد. طب ولما اقلل في ان 2 معناها ان اي درين 2 هيقل. طب هل في علاقه ما بين اي درين 1 واي درين 2؟ لا مفيش علاقه. طب كل ما اقلل في ان 2 هيبدا اي درين يقل لحد لما اوصل للفي ثريشولد، فاي درين 2 هيبقى بصفر خلاص، وام 2 ده هيترن اوف، اه يبقى ام 2 هيترن اوف واي درين 2 هيساوي صفر. طب اي درين 1 تعالى كده نفكر مع بعض ايه اللي هيحصل. اي درين 1 هيزيد، هيزيد اكوردنج لايه؟ اكوردنج للسكوير لو اللي احنا عارفينه اهو، كل لما هزود الفي جي اس كل ما اي درين هيزيد. طب لحد امتى؟ يعني لحد امتى هيفضل يزيد؟ هيفضل يزيد كده بطريقه لا محدوده فور اكزامبل؟ طبعا لا، طبعا لا. طب طبعا لا ليه؟ نخد بالك اصلا ان السكوير لو ده فاليد امتى؟ السكوير لو ده فاليد لو انا شغال اصلا في الساتوريشن. انا اشتغل في الساتوريشن لازم يكون الفولتج بتاعي ده كده اهو، الفولت ده اكبر من الفي اوفر درايف زي ما احنا عارفين. طب دلوقتي انا كل لما بكبر كل ما اي درين بيكبر كل ما الفولتج دروب اللي على ريزيستنس بيكبر، فبالتالي كل لما الفي دي اس هيصغر. نخد بالك ان الفي دي اس هو اللي بيفضل، انا عندي فوق الفي دي دي بطرح منه الفولتج دروب اللي على الريزيستنس اللي هو بيساوي الاي دي في الار دي، واللي هيفضل هيبقى هو الفي دي اس. فبالتالي كل لما اي درين بيكبر عندي كده اهو، كل لما هتلاقي ان الفي دي اس بتاعك عمال ايه، ان الفي دي اس بتاعك عمال يصغر لحد لما تخرج بره الساتوريشن. لما تخرج بره الساتوريشن هتلاقي الكارنت بتاعك بقى في الحقيقه بدل ما كان ماشي مع السكوير لو، لا هيبدا الكارنت يساتوريت. طب ايه اكبر قيمه ممكنه للكارنت؟ يعني الكارنت حتى مش هيوصل لها، تعالوا نرسم كده اهو، الكارنت هيبدا يساتوريت بالشكل ده. اكبر قيمه ممكنه للكارنت والكارنت حتى مش هيوصل لها ان الفي دي اس يكون بزيرو في الحقيقه. يعني اكبر قيمه للكارنت هتكون موجوده لما الفي دي اس يكون بزيرو، وقتها هيبقى الفي دي دي كله هيقع على الفي دي دي كله ده كده هيقع على ريزيستنس، وهيكون الكارنت بتاعك بيساوي في دي دي على الار دي. طبعا انا مش هوصل للنقطه دي، لو وصلت للنقطه دي هيبقى الفي دي اس بزيرو يبقى الكارنت بزيرو، فمش بالتالي مش هينفع ان انا اوصل لها. الجزء الاولاني من الكاركترستكس ده كده اللي هو الكوادراتيك ده كده، ده بنسميه اكسبنسيف، اكسبنسيف اكسبنسيف كاركترستكس. او كود لما ازود الفي جي اس الكارنت بتاعي بيكسباند زي ما احنا شايفين كده بكوادراتيك ريليشن مور ذان لينير ريليشن. لكن لما دخلت في الريليشن دي كده بقى عندي كومبريسيف كاركترستكس، دي بنسميها compressive characteristics. يعني compressive يعني الكارنت بقى بيكمبرس بيساتوريت. يبقى في الاول هيبقى عندي expansive characteristics زي ما احنا شايفين، وبعد كده هيبقى عندي compressive ايه، compressive characteristics. طب تعال نشوف بقى اخر كيس اللي هي الكيس بتاعت الكومن مود لارج سيجنال اناليسيس. تاني نكرر ان التو سايدز بتوعي هم ببساطه عباره عن independent common source amplifiers. انا بعمل ايه دلوقتي؟ هزود في ان 1 وهزود في ان 2.
هيحصل زي ما شرحت في السلايد اللي فاتت بالظبط، بس هيحصل بقى على الناحيتين زي بعض. اي درين 1 هيزيد، اي درين 2 هيزيد. الكارنت بتاعي الاول هيبقى ليه اكسبنسيف كاركترستكس، وبعد كده يكمبرس، يبقى ليه كومبرسيف ايه، يبقى ليه كومبرسيف كاركترستكس. ليه هيكمبرس بالشكل ده؟ هيكمبرس لما الفي دي اس ده يكون اصغر من الفي اوفر درايف، نتيجه ان كل ما الكارنت بيكبر كل ما الفولتج دروب اللي على ريزيستنس هيكبر، فبالتالي الجزء اللي هيفضل للفي دي اس هيصغر لحد لما اخرج بره الايه، لحد لما اخرج بره الفي اوفر درايف، واكبر قيمه كارنت هيساتيوريت عندها في الناحيتين زي بعض، هتساوي في دي دي على الار دي، زي ما قلنا الناحيه الشمال برضو هتكون مش متاثره بالناحيه اليمين. قبل بقى ما نسيب الحته دي، عندنا ملاحظه بقى مهمه جدا برضو، هنقارن ما بين السودو وما بين الديفرنشال امبليفاير الحقيقي. دلوقتي الكيس زي ما اتفقنا، انا مدخل كومن مود، يعني الانبوت على الناحيه الشمال وعلى الناحيه اليمين زي بعض، وليكن هنسميه اهو في انبوت كومن مود وفي انبوت كومن مود. واسالك سؤال، هل الكومن مود انبوت بيأثر على البايس بوينت بتاعت الامبليفاير بتاعي؟ طبعا الاجابه طبعا بيأثر. ليه؟ ما هو لما انت قلت لي اهو ان لما الكومن مود بيتغير الدرين كارنت هيتغير. خد بالك ان البايس بوينت دي هي الدرين كارنت، الدرين كارنت بتاعي هي البايس بوينت، كومبينيشن بتاع الفي جي اس، وده كده الفي جي اس وده كده الاي درين، هي دي البايس بوينت بتاعتي اللي هي الفي جي اس كيو والاي درين كيو. فلو انا حافظت على كونستانت درين كارنت يبقى انا كده بحافظ على كونستانت بايس بوينت. لو الاي درين كارنت بتاعي بيتغير يبقى كده البايس بوينت بتاعتي بتتغير. فبالشكل ده بقول ان ايه، بقول ان الكومن مود انبوت بتاعي بيأثر على البايس بوينت، ودي بروبرتي وحشه برضو. احنا قلنا اصلا من ميزات الديفرنشال امبليفاير الحقيقي ان البايس بوينت بتاعته ما تتأثرش باللي قبله ولا اللي بعده، وده في الحقيقة زي ما قلنا اللي بيخليني بقى مش محتاج كابلينج وبايباس كاباستورز، انا مش بتأثر بالستيج القبلية ولا بالستيج اللي ايه ولا بالستيج اللي بعديه. فبرضه ده هيكون فرق مهم جدا ما بين السودو ديفرنشال امبليفاير وما بين الديفرنشال امبليفاير بقى الحقيقي، اللي هنتكلم عليه ان شاء الله في الجزء الجاي من المحاضرة. هنتظركم بقى في الجزء الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.